على يوتيوب واحد من أكثر الفيديوهات اللي كان عم بيحقق مشاهدة مصدره بريطانيا. الفيديو قام بتصويره شاب من داخل حافلة ترين. بهذا الفيديو بينت مرة وهي عم تتلفظ بعبارات عنصرية ونابية بحق كل من هم من غير البشرة البيضاء وتحديدا لذوي البشرة الداكنة ومن ناس من أصول بولندية. هي كانت عم تقول لهم شو جابكن على هالبلاد، حلوا عنا، رجعوا من مطرح ما جيتوا. أيضا كانت بين الكلمة والكلمة عم تستعمل سيل من الشتائم. بوقت لاحق الشرطة البريطانية أعلنت أنه قامت بتوقيف هذه المرأة ومحاكمتها بتهمة العنصرية. Mine, we have to take you off. Kiddie. Have respect, yeah? Have respect for little boys here. We don't use those words. I've got a little boy here. Yes, well, get off the tram then. Fuck you. And you. Fuck you. Someone need to throw you off. Really? Yes. And up there you. I fucking dare you. Just watch your language, man. Don't watch my language. Go back to where you come from. Go back to some... ايضا على يوتيوب واحد من اكثر الفيديوهات اللي كان عم بيتم تناقلها محليا شريط لملاكم لبناني يدعى محمد علي، كان عم بيشارك بمباراة ملاكمة يقال انه في الولايات المتحدة الامريكية، وبعد انتهائه من هذه المباراة قام برفع علم حزب الله داخل حلبة المصارعة. من خلال شريط الفيديو تبين أنه خلال المباراة قبل أن يسدد لكمة إلى منافسه قال يا حسين. البعض كان عم بيقول أنه هذه المباراة لم تكن في الولايات المتحدة الأمريكية وإنما في أستراليا. Never thought I'd say this, but the winner is Muhammad Ali. على تويتر محليا أكثر موضوع كان عم يتم تداوله هو إطلاق صواريخ من جنوب لبنان على شمال فلسطين المحتلة. هذا الموضوع كان عم يتم تداوله تحت اسم لبنان وروكت وإسرائيل وبيروت. أيضا كان في متابعة لليوم الثاني من الانتخابات بمصر وللأحداث اللي عم تجرى في سوريا ولاعتصام طياري الشرق الأوسط والاقتحام السفارة البريطانية في إيران. على تويتر أيضا الأمير طلال بن عبد العزيز على مدونته كان عم ينتقد الحكم المطلق للفرد وكان عم يعتبر أي شخص بيتولى مسؤولية يجب أن يخضع للمساءلة، وهو بيقول أنه أثبتت تجارب الدول المتقدمة أنه مشاركة المواطنين في اتخاذ القرار من خلال الديمقراطية هي لصالح الحاكم والمحكوم، وما زال عند رأيه في الأخذ فيها. أيضا هو تناول موضوع وراثة العرش وولاية العهد في المملكة العربية السعودية، فبيقول أنه الملك عبد العزيز أوصى بها شخصيا أولاده من بعده، وقد سمعناها في رواية من كبار إخواني، طبعا بحسب ما عم بيقول الأمير طلال بن عبد العزيز، وهو بيضيف وبيقول أنه بحسب هذه الرواية أوصى الملك عبد العزيز أن يتولى العرش من بعده الأكبر سنا والأصلح، وبيشدد أنه الملك عبد العزيز ربط الأكبر سنا بالأصلح. لا تتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر @الجديد نيوز، على فيسبوك الجديد أونلاين، وعلى يوتيوب الجديد أونلاين.